رميت 5 أشهر في فترة النزوح. كنت روح في فترة 5 أشهر وارجع على البيت. فأجيت جبت عيالي أولادي وجيت على بيتي. لعنيت قادة المخيمات كانت مو كويسة، فيها أمراض وفيها شغلات، يعني ما كان الواحد مبسوط فيها. رجعنا. الأمر هذا يعني في شو اسمه عم يصير عنا قصف، عم يصير عنا ضرب، وبدنا نروح نجيب مستلزماتنا الصيدلية الدواء، عم نروح لريحة، بس مبسوطين والحمد لله.